اهلا محسن، جاهز للمونديال؟ والله انا بتمنى انه فرنسا تفوز. والله يا محسن نفسي مدوري الكاس ونفرح فيه. دخل ان شاء الله. ولا انا نفسي يا خالد زين الدين كاس العالم نفرح فيه. ايش دخل اصلا الارجنتين مشاركه بكاس العالم؟ مشاركه عن جد. واذا اخذ مارادونا كاس العالم رح انزل المظلطه. وين يا ملياس؟ عند الشارع. اذا اخذ زين الدين زياد كاس العالم العدول مزلطه بكل الشارع بكل البلاد. لا اروح على فرنسا مزلطه. انا رح اروح على الطياره مزلطه. خلص استراحه. اولي يا بنت البقره، انت يا بنت الحيوان. في مع الارجنتين واحد اسمه ميسي، والله بفوت جول. اما شو جول من بعيد بفوته، والله ضرب الجزاء تبعونه. ولي كم جول بفوت باليوم؟ والله يا حبيبتي البابي احسن، البابي بفوت كمان الجول كمان. طيب ايه ميسي مع الارجنتين؟ ميسي والله بس مع الارجنتين مع 50 متر. والله نفسي المغرب ياخذ كاس العالم، والله خسر بس كثير منيح المغرب، والله ما فيش احسن. ولا قلبي رفع راسنا. اعرف عن رونالدو، هذا رونالدو كريستيانو. كريستيانو رونالدو خرج شعره على السفن عشان فازوا. حرك صار. والله شو توقعاتك انت اليوم مين باخذ كاس العالم؟ المغرب. وانا متوقع البرازيل. البرازيل اسمر مع عصف انبر وشك احمر بينه محروم بنته بطة قشطة مجنون. بابي لا نيمار لسه تذكرت مع البرازيل. شو نيمار؟ المغرب راح تفوز. برازيل اسمر كراسف انبر. لا قولي قشطة افرض ده كان سلام بين فلوس وشنطة بيبقى انا سايب. هاي متطرينيش انا فايل كلمني جول فاكس انا سايب. انا خايف بس وقت النجوم ببقى فايز. ايه افضل اشرب فقه زايز عشان تتخاف فيها ان انا فايز. ايه بس الواقع بقى وليه مين باخد كاس العالم؟ مين باخده؟ الارجنتين.